جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. هللويا هللويا هللويا، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار رب، عطشت نفسي إلى الإله الحي. الحمد لله على السلامة، وحشتونا كلكم، كل إخواتي الغاليين الموجودين وكل الأحباء الغاليين المئات والألاف الموجودين على الشاشات، وحشتونا فعلا. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. يا رب ما تحرمنا من ديارك تاني، يا رب ما تحرمنا من حضورك في وسطنا في بيتك. عرفت يعني داود بيقول كده، اخترت الوقوف على العتبة العليا في بيت إلهي. أتاري بيت إلهي ده حلو قوي قوي قوي. كان عنده حق لما يقول كده، واحدة سألته وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ما اشتهاش غنى كتير، ما اشتهاش فلوس كتير، لكن كل شهوته ان يقعد قدام الرب. كم واحد عطشان للرب بعد الجوع دي؟ هاليلويا هاليلويا. عايز اشجع كل واحد جاي ومليان ايمان، ربنا طوبكم وقال طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون. ارفع ايدك قول ليله شبع باسم يسوع، ليله زياره الهيه باسم يسوع، ليله حضن باسم يسوع. شغلني الرب بالآية الجميلة دي في مزمور 70 عدد 4 و5، يقول كده، ليبتهج ويفرح بك كل طالبيك يا رب. كل اللي حاضرين النهاردة واللي على الشاشات، كل اللي بيطلبك يا رب فرح النهاردة يا رب، ابتهاج النهاردة باسم يسوع. ليقل محبه خلاصك، ليتعظم الرب. ارفع ايدك كمان مرة قول يتعظم اسم يسوع، وكان اسم يسوع يتعظم. عظم اسم فتاك القدوس يسوع في وسطنا. ارفع ايدك قول جايين نكرمك يا رب، جايين نعليك يا رب، جايين نفرح قلبك يا رب، جايين نقدم ثمر شفاه معترفة، ونقول كده دي ايديك محوطاني، قديك انت رائع وقديك انت صالح، مبارك اسمك يا رب. يكمل في عدد 6 يقول كده، اما انا فمسكين، اللهم اسرع إلي. ارفع ايدك كله اسرع إلي يا رب، معيني ومنقذي، اسرع إلينا يا رب. يا رب تعالى حضورك يا رب، عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين يا رب، وبجلداتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. تعالى ادي جمال عوضا عن الرماد يا رب، محتاجين لك محتاجين لك محتاجين لك. يقول له كده، يا رب لا تبطئ، يا رب ما تتأخر، يا رب يا رب لا يفقد أحد من الحضور الإلهي النهاردة. كل إخواتي على الشاشات في كل بلاد العالم، لا يفقد أحد، لكونك شديد القدرة لا تفقد أحد من حضورك النهاردة يا رب اسم يسوع. بصلي مع داود وأقول له كده، أعطي عبدك قوتك يا رب، مش أي قوة يا رب، مش أي قوتك يا رب، القوة التي أقامت يسوع من الأموات ساكنة فيهم. ارفع إيدك كده ولجيز كل قوتي أمامك النهاردة يا رب، يوم مجد باسم يسوع. دانيال يقول كده، عاد ولمسني وقواني، ولما كلمني تقويت. قوة 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 كانت تخرج منك وتشفي الجميع، وانت الآن في وسطنا وعندك احتياج القطيع والجميع يا رب باسم يسوع. عرفنا طرقك، مزمور 103 يقول عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. موسى كان عايز الرب فعرفه نفسه، بني إسرائيل كانوا عايزين أفعاله وعايزين عطاياه، اداهم برضو ما حرمهمش. اللي عايز العطايا هياخد، واللي عايز الرب هياخد،
ارفع ايدك كله، انا عايزك انت النهارده، انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك النهارده. ارفع ايدك بقوه، ليد المرفوعه للسماء ما تنزلش ابدا مهزومه. قل له عايزك انت يا رب. الاطباء احتار، وريهم ايديك يا رب. تعال يا رب، تعال تعال تعال. مره فرعون شاف موسى وهارون وشهم كان منور، قال لهم جايين منين؟ اسمع كده، قالوا له كده: اله العبرانيين التقانا. كمان مره ارفع ايدك وقول له: لقاء خاص يا رب، لقاء خاص. مرقس في آية حلوة عن الرب، جابوا له شوية أطفال، يقول كده: حضنهم وباركهم وضع يده عليهم. حضن الكل محتاج باسم يسوع، بركة الكل محتاج باسم يسوع. يا رب يا رب اسم يسوع. يوسف بعد سنين لما شاف إخواته قال كده: أمر أن تملأ الأوعية، الأوعية قمحا. املأ كل إناء من عندك يا رب، يا رب الأناء فارغة، املى املى. مكتوب عنك: أمر أن تملأ الأوعية ماء والأجران ماء. املى قمح وماء النهاردة. أنا عايز أرنم وأقول كده: اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي، راحتي يا ربي وحاجتي إليك. تعالوا نبتدي ونقول له: بفضل نعمتك، بفضل نعمتك، بفضل نعمتك وعمق رحمتك، هاتي المحبتك وارتمي عليك، اروي ظمأ قلبي. أيوة يا ربي، وشوقي وحبي فراحتي، فراحتي يا ربي وحاجتي. قل له تاني: بفضل نعمتك، بفضل نعمتك وعمق رحمتك أتي المحبتك وأرتمي عليك، وأرتمي عليك، اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي، وشوقي وحبي فراحتي، فراحتي يا ربي وحاجتي إليك. أحمدك الشفاء وتنحني، وتنحني الفيما لشخصك يا عيش في رضا شوقي ولذتي، شوقي ولذتي. ارفع ايدك وقوله كده: لذا انتظرتك وعيني نحوك، وعيني نحوك وتحت ظلك تطيب جلستي. لشخصك، لشخصك يا الله، فأنت خالقها، تسبح القلوب أمامك تدور، أمامك تدور، فاسمك مهو، وأنت سيد. حسني وقوتي،
كان ليا مكان في السماء. ارفع ايدك قول معايا انا مديون لك وقت عمري يلي فاتني بسفك دماغ. لولا اشكرك ما كنت هشوفك ولا كان ليا مكان في السماء. قلبي أسير
يجيني منين مدريد. أنا مشتاق في سكتك صوتك أحادي زين قلبي رقيق كلمتك وجهني منين مدريد. أنا مشتاق في سكتك صوتك حياتي زين. يلا قول معايا واتحرك واتحرك وانا شايفك ببساطة عين عارفاك وعيش لك واعيش لك وانا خايفك بقداسة الناس عايز اقول له واتحرك واتحرك وانا شايفك ببساطة عين مقدسة عايزة قلبي رهيب قلبي رهيب قلبي رهيب أنا قلبي رهيب قلبي رهيب قلبي رهيب. كم واحد يقول هللويا؟ كم واحد يرفع ايده يقول انا مديون يا رب لرحمتك ولمحبتك ولعنايتك ولرعايتك ترعانا بكمال قلبك مهارة يديك تاخدنا. احد المليونيرات الايطاليين دخل المستشفى يوم واحد لان كان عنده مرض صعب وحطوه على جهاز الاكسجين وابتدى ياخد اكسجين كتير قوي. في نهاية اليوم جابوا له الفاتورة ما يعادل بالمصري 20,000 جنيه عن يوم واحد أكسجين. ابتدى يبكي يبكي يبكي. قالوا له بتبكي ليه؟ ما عندكش 20,000؟ قال لهم لا، ببكي على آلاف الأيام خدت فيها أكسجين كتير ببلاش وما شكرتش وما رفعتش إيدي وقلت له أشكرك أشكرك. ارفع إيدك واشكره الوقت ده، قل له أشكرك إحسانك فائق الأوصاف. قال له أشكرك بترعانا بكمال قلبك، أشكرك مرحمة جديدة في كل صباح. من إحسانات الرب أننا لم نفنى. كل يوم في كورونا دي كنت أصحى وأقول كده أشكرك الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا للزلل. ارفع إيدك وقول له أشكرك 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 لأنك إله عظيم. وعايز أقول لك كده تذكر كيف صار بك إلهك كل هذه السنين. ثيابك لم تبلع عليك، أرجلك لم تتورم، كان يحملك إلهك كما يحمل الإنسان ابنه طور الطريق. ارفع ايدك كده وقول له أفتكر لك كل خير أفتكر لك كل خير. كل ثانية في عمري لو هتحكي تقول إيه؟ كتير تقول على الرعاية والعناية. أفتكر لك كل خير. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي إيديك دايما رفعاني. أقف رن معايا الكلام الجميل ده. شكرا شكرا ليك يا حبيبي يلي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك يا حبيبي يلي ايديك دايما رفعاني. رغم من انا بتغير امير انت امير ما بتتغير شي بعد الصادق عن وعدك
Shame.
العدو ولا إنسان ولا شيطان. شكرك. ولا إنسان ولا شيطان ينزع فرحي من قلبي. هللويا. مبارك اسمك يا ضامن السلام. مبارك اسمك. قال كده: سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم. بتاع العالم ده ما يشبعش، لكن سلامه هو رائع. مبارك اسمك، مبارك اسمك. على قلبي قوي الكلمات دي، وبصلي وصايم أمام الله من الصبح، وقال لي قول الكلام ده. أنا أثق أن الكلام ده لشخص أو واحدة من الموجودين أو على الشاشات، بس عندي ثقة جدا أن الله يرسل من عنده معونة باسم يسوع. استير عملت قبل ما تدخل ملك، قعدت سنة 6 أشهر تتدهن بمر وست أشهر بطيب. يلي عديت في 6 أسابيع أو 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين من المر، عايز أشجعك قبل ما تروح للملك، هتيجي سنين طيب باسم يسوع، هتيجي أيام طيب باسم يسوع، يخرجك من وجه الضيق إلى رحب لا حصر فيه، ويملأ مؤن مائدتك دهنا. يمكن الناس بتقول زي ما كاتب المزامير قال: لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تحتجب في وقت الضيق؟ أنا عارف أن ناس كتير بتقول للرب كده: أنت مش شايفني، أنت مش داري بي، أنا أنسى منك. لكن عايز أرد عليك باللي قاله أليه لأيوب. قال: وإن كنت لا تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. أقول لك زي ما قال أحد الأتقياء: ملفك على مكتب ربنا، ملفك على المكتب قدام ربنا. يقول لك كده: أسوارك أمامي دائما. الحاجة اللي انت بتعاني منها هي قدامي، انا شايفها. السور العالي ده انا شايفه، انا شايفه. قول مع ميخا كده: سيخرجني للنور، سأنظر وجهه. عندي ثقة، المعونة جاية باسم يسوع، جاية ليستجيب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب، ليرسل لك معونة من قدسه ليعضدك. أنا بصدق كده. عايز أقول بالروح القدس الكلام اللي في أشعياء 31. اسمع الكلمة دي لحد بالذات: لا تبكي بكاء لأن الرب يرحمك، أو يرحمك، يتراءف عليك عند سماع صوت صراخك. حينما تدعو يستجيب لك، يستجيب لك. يعطيك الرب خبزا في الضيق، يحضي خبزا في الضيق وماء، يدي خبز وماء في اسم يسوع. عايز أقول كده: لا تنطرح، لا تنطرح، لأن الرب مسند يدك، لأن الرب مسند يدك. ارفع إيدك وقول له: سندة من عندك، معونة من عندك. اتدخل يا رب، قادر وتعملها، قادر وتعملها، قادر وتعملها. على قلبي أقول لك كده: واللي يصعب على الجميع، واللي يصعب على الجميع يا يسوع يبقى عندك مستطاع. ارفع ايدك وقول له: معونة من عندك، سندة من عندك يا رب باسم يسوع. الأجنة قربت للولادة، ولا قوة، ولا قوة. ادي قوة، ادي معونة، ادي سندة. وقت لما تكون صعابي حجب عن عين السماء يا رب، وقت ما ألقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة، قول له كده: انت وحدك، انت وحدك تستطيع يا يسوع. قول معي الكلمات الجميلة دي: صعابي حجب عن
عيني سما ولا نفسي في اضطرابي من حقائق مؤلمة وهدي لما تكون صعابي حجب عن عيني سما ولا نفسي في اضطرابي من حقائق مؤلمة انت وحدك تستطيع يا يسوع يجي وفي بالسلام انت يا حسن المنيع يا يسوع
ابدا هللويا مش متساب وحدي هنا في دنيا القتع مليان مليان قلبي سلام من وعد رب المجد وحميني رافع ايدي فخر وبهتف طاير زي النسر ترفرف عالي عالي ومليان قوة انت امين وانا بشهد ليه عالي عالي ومليان قوة انت امين وانا بشهد يلا قول معايا ابدا ابدا مش مستني حد من الدنيا يطمني او مسنون على غيرك لكن سندي هيكون كله عليه ابدا مش مستني حد من الدنيا او مسنون لكن سندي هيكون كله ارفع ايدك رافع ايدي فرحه وانت انت يا صاحب الوعد بتضمن انت بتصنع للي فعله حط رجاء ايامه فيك انت بتصنع للي فعله حط رجاء ابدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويغنيني ولا يملع ليا ويكفيني غير بس اللي في ايديه ابدا ابدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ولا يملع بس اللي بإيديك عالي الفوق أنا رافع إيدي عندك ملكي وعزي وسيدي وبعز أنا مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيك أنا مش عايز حاجة إن كانت مش راح ترضيك ولا يغنيني ولا يشبع قلبي ويرويني ولا يبلع عينيا اشكرك غير بس اللي كنت بإيديك ابدا ابدا ولا يغنيني ولا يشبع قلبي اشكرك أشعر بحضور إلهي غير عادي أراف دموع كل إخواتي اللي بتبكي دلوقت هو هنا قد حضر المعلم وهو يدعوك أقول هو قاعد جنب ناس بيطبطب على ناس مبارك اسمك مبارك اسمك حكالي صديق تقي القصة الجميلة دي إن كان عنده صديق الصديق ده بيعاني من الكانسر ودخل المستشفى وطبعا سابوه أهله وسابوه أولاده لأنه لوحده في المستشفى راح الصديق ده تاني يوم الصبح يزوره مش عارف يقول له ايه سأله هقول لك كلمة واحدة الرب صالح من وسط الألم وبصوت أسيف قال له وإلى الأبد رحمته رد المريض وقال له كده امبارح بالليل ثلاثة تعبت قوي وفضلت نادي على أي حد من الممرضات أو الممرضين ما لقيتش اشتد علي الألم قوي بس ناديت عليه وصرخت قال له أقول بالإيمان جي وقعد مكانك فضل يطبطب علي فضل يمسح دموعي إله أمين أنا عايز أقول كل يوم كنت جنبي طبيب المقيم ولا يوم غبت عني صديق الحميم ما أجملك ما أجملك ما أحلاك مبارك اسمك كم واحد يرفع إيده ويقول له كنت معايا كنت معايا أيوة شفتك أيوة شفتك وسط ضعفي
وانت بتداوي وتشفي. اشكرك ايوه شفتك في انكساري وانت بتغير مساري. اتريني ما كنتش فاهم، كنت فاهم انك هناك بعيد هناك او لوحدك في سماك، لكن ده انت طلعت مجد في وسطنا، طلعت عن كل واحد فينا ليس ببعيد. ارفع ايدك قول له اشكرك. كل عدى في ظروف صعبة الوقت اللي فات قول له اشكرك، ايوه شفتك، ايدك حنينة، مرحمك غنية وقلبك عظيم، مبارك اسمك عن كل واحد فينا. كم واحد حاسس بامتنان للرب؟ مبارك اسمك. وقف معايا واحنا بنختم بالترنيمتين ده وقول له ايوه شفتك، ايوه صالح، ايوه الى الابد رحمتك، ايوه شفتك. اشكرك 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 اشكرك. هللويا هللويا. اشكرك 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 اشكرك. يلا قول معايا ايوه شفتك. ايوه شفتك في الامان لما ايوه ايوه شفتك في الامان وقت لما كنت فاكرك كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام. كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمان. ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب. ايوه شفتك في التجارب وانت بتدربنا حارب. كنت خايف من نهاية شفت الأسد اللي غالب. كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي هللويا. أيوة شفتك في انحنائي وانت بتشكل إنائي. أيوة شفتك في انحنائي وانت بتشكل إنائي. كنت فاكرك كنت فاكرك مش دوايا شفتك العود اللي باقي. كنت فاكرك مش دوايا شفتك العود اللي هللويا. ايوه شفتك في الامان وقت لما اشكرك. ايوه شفتك في الامان فاكرك. كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام. كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام. ايوه شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي. اشكرك اشكرك. ايوه شفتك وسط كنت بسأل عالحماية وانت بتحارب. هللويا. ايوه شفتك في انكساري وانت بتغير مساري. ايوه شفتك في انكساري وانت بتغير مساري. كنت شايف في العناية بترد اعتباري. كنت شايف في العناية وانت بترد اعتباري. ايوه شفتك في الامان وقت لما عدوي هان. ايوه شفتك في الامان وقت لما عدوي.
نقف مع بعض نسمع كلمة الرب. إنجيل يوحنا إصحاح 14 من 1-6. يقول الرب يسوع: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلي فإن كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا أتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أني تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيدي، لست نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. مجدا للثالوث الأقدس إلهنا أمين. خلينا دقيقة واحنا واقفين كده نصلي دقيقة كده، نقول يا رب النهاردة نشكرك في هذه العشية المباركة يا رب اللي فيها أردت إن احنا نجتمع يا رب حولك، وفي حضورك يا رب فعلا هو حضور سلام وفرح وبهجة. فعلا رب قلوبنا بترتاح، قلوبنا فرحة بوجودك. نشكرك يا رب على عملك في حياة شعبك النهاردة. رب احنا بنشكرك على هذا العيد، كمان عيد الصعود الكنيسة بتحتفل النهاردة لأجل يا رب هذا التذكار اللي بيدينا النهاردة يا رب عودة. نشكرك على العودة، عودة إلى حياة الآب، عودة لآدم الجديد اللي خدنا معاه. نشكرك يا رب على الوعد النهاردة كمان يا رب. النهاردة يا رب بتوعدنا، بتوعدنا بروح القدس. قلت لنا كده قدام تلاميذك: أنا أرسل يكون معزي. نشكرك يا رب على العهد: ها أنا معكم طول الأيام وإلى انقضاء الدهر. يا رب إذا كان هذا العيد بيذكرنا بالعودة، يذكرنا بالوعد اللي عايشين بيه زمن غربتنا على الأرض، يذكرنا بالعهد اللي بيطمننا. فإحنا بنرضوك يا رب أنك أنت تدينا النهاردة في هذه اللحظات فيض روحك القدوس يا رب علينا جميعا يا رب. من أجل يا رب شخص الضعيف، تعامل يا رب معي ومع ولادك يا رب بنعمة وبقوة. نشكرك لأنك أنت معنا. ادينا يا رب النهاردة أن احنا نسمع صوتك. ادينا يا رب كلنا نعمة الأرض الطيبة اللي بتتجاوب مع مهارة الزارع العظيم. أنت يا رب اللي بتزرع. ساعدنا يا رب النهاردة أن احنا نفتح قلوبنا. أنت يا رب في الكتاب المقدس فتحت قلب ليديا في فيليب، افتح قلب كل واحد واحدة النهاردة يا رب. ادينا يا رب ان احنا نسمع صوتك يا رب النهاردة، نتجرد من اي فكر بشري يبعدنا يا رب النهاردة ان احنا نسمع صوتك يا رب. نشكرك لانه فعلا يا رب حينما نبلغ يا رب ان نقتني هذا الصوت، النبي يقول: وصار في حلقي كالعسل حلاوة. اشبعنا يا رب، اشبعنا يا رب بالكلمة النهاردة. انظر إلى رب فعلا توسلنا، ونشكرك يا رب لأنك تعطينا أكثر جدا مما نسأل أو نفتكر. باسم يسوع المسيح إلهنا أمين. أحبائي، النهاردة عيد الصعود بالنسبة للكنيسة، الأعياد المهمة. وأوجد بنسأل كده سؤال: مين يصعد إلى جبل الرب؟ مين يصعد؟ وما أجمل إن الواحد يعرف هذه الحقيقة
اللي احنا قلناها في الانجيل النهار. الحقيقة اللي اعلنها يسوع انا هو، قولوا معايا انا هو الطريق والحق والحياة. الطريق اللي ممكن يودينا السماء، الطريق اللي ممكن يعني يسدد كل احتياجاتنا هو يسوع المسيح، هو الطريق. عشان كده لو انا قعدت اسال كده كل القديسين اللي احنا يمكن عارفينهم وبنقرا عنهم وبناخد بركه منهم، يا ترى انتوا يعني ايه اللي وصلكم للقداسه دي؟ هيقولوا حاجه واحده بس، هيقولوا ان احنا بصينا ليسوع كده، ثبتنا عيننا على يسوع وسمعنا الكلام اللي قاله وعشنا معاه، ولما ثبتنا عينينا عليه وعشنا معاه وصلنا ان احنا فعلا للطريق اللي ممكن يحطنا للقداسة ويحطنا للبركة وللخير الروحي بتاعنا. يعني بكل بساطة ما كانش حد يعرف مثلا يعني واحد زي القديس انطونيوس مثلا ان يوصل ان يكون اعظم رهبانية على مستوى العالم، من اسس بيسموه قبل الرهبان، لكن هو عطى حياته للمسيح. ولما عطى حياته للمسيح الطريق بقى غنى بيه طبعا حياته وغنى بيه البشرية، هو الطريق. بس خلي بالكم من حاجة مهمة قبل ما أحط رأيكم على إزاي نوصل للصعود إلى جبر الرب ونوصل فعلا للمسيرة اللي احنا بقوله يا رب ادينا ان احنا نعيشها بأمانة. هعمل براجعة حياة كده، كلنا نحط نفسنا في هذا الميزان، احنا فين في مسيرة حياتنا الروحية؟ دايما نتكلم على ان فلان ده عنده قامة روحية. يعني ايه القامة الروحية؟ يعني وصل شوية قدام. بمعنى بسيط مثلا في مستوى من المستويات وهو بيقتنع من المستوى ده ان هو ماشي صح، بيعمل ايه بالظبط؟ بيحضر قداسات وبيصلي وبيصوم ومواظب على ما تقوله الكنيسة، شيء حلو جدا، وهو اعتاد ان يعيش ده وده كويس وشيء مهم لكل واحد. بس الخطورة مع النوعية اللي بتعيش ده ان هي بتشعر ان هي بترضي ربنا، زي الفريس اللي وقف قدام الرب وقال له انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وفي ناس تقول الحمد لله انا بدي عشوري وبصلي وكل حاجة تمام. بس خلي بالك وركز معايا، اذا كان ده شيء كويس لكن محتاجين درجة تاني. طب ايه الدرجة التانية؟ الدرجة التانية انك انت تقول له يا رب انا عايز منك ايه؟ ايه يعني انا عايز منك ايه؟ في ناس تطلب خير مادي، يا رب انا عايزك انك انت تباركني وتبارك ولادي وتبارك شغلي وتبارك احتياجاتي، وده شيء كويس. وفي ناس تطلب طلبات جميلة، يا رب انا عايزك تديني فعلا نعمة ان انا اتقدس وان انا اعيش دايما في حماك وانك تحفظني من الشر وانك تحميني، شيء حلو جدا انك تطلب تقول يا رب انا عايز كذا، عايز ده، شيء جميل جدا. وده على فكرة بنوع من الايمان الرائع انك انت بتثق في الله اللي بيسدد الاحتياجات. وفعلا انت معايا زي ما المرنم قال، انت معايا في انكساري، انت معايا في تعبي، شيء حلو جدا انك تكون الرب معاك اللي انت بتطلبه وبتلاقيه، انا عايز منك ايه يا رب. لكن في درجة اعمق. ايه هي الدرجة الاعمق؟ انك تعرف ربنا عايز منك ايه وتعمله، ودي درجة
عظيمة جدا جدا. منين بقى؟ من الناس اللي هم وصلوا للقامة الروحية. عشان كده الطريق، خلي بالك انت من اي نوعية بالظبط، كلنا بمرنا من النوعيات دي كلها يعني. لكن كون ان اعرف ربنا عايز مني ايه وبعمله، اوجات كتيرة بيكون ضد طبيعتي، ضد نفسيتي، ضد احتياجي انا. يعني ربنا عايز مني ايه وبعمل اللي عايزه ربنا. ارجع برضو للشاهد اللي اتكلمت عنه، ان اردت ان تكون كاملا اذا وابع كل مالك واتبعني. القديس انطونيوس، انت عايز مني ايه؟ عايزني اسيب كل ده؟ ودي درجة من الدرجات اللي بصلي انه شعبنا يوصل لها، ان نشوف ربنا عايز مننا ايه ونعمله، وما نكتفيش ان احنا نقول يا رب احنا عايزين منك. اوقات كتيرة بتيجي تحديات في حياتنا وفي علاقاتنا وفي كلامنا، ونقول مثلا يعني الموضوع صعب مش هيتحل، وربنا يلهمنا بحلول معينة كده، والحلول دي للأسف الشديد هي صعب علينا، نقول لا صعب مش هنقدر نعمل ده، لكن ربنا عايز كده، عايز الموضوع ده. عشان كده النهاردة هاخد معاكم الثلاث كلمات دي، أنا هو الطريق والحق والحياة. طريق، ليه قال أنا الطريق؟ ليه قال هو أنا الطريق؟ لما تقعد تفكر تقول المسيح ليه أنا قال أنا الطريق، هتبص تلاقي النون عايز يوصل لي ويوصل لك حاجة مهمة جدا، إن أي حاجة أنت عايزها مش هتوصل لها إلا غير بالمسيح. هقولها تاني، أي حاجة أنت عايزها مش هتوصل لها غير بالمسيح. طيب واقعيا إزاي يعني؟ العالم يحتاج للسلام، العالم يحتاج للهدوء، العالم يحتاج للبركة، العالم محتاج شوية إن هو يشعر بالأمان شوية، العالم محتاج يشعر بالسلام وبالفرح. العالم بيشعر بده، عايز ده العالم، انا عايز وانت عايز ده. لكن يقول لنا كده المسيح هو سلامنا، يعني عايز سلام، عايز فرح، عايز رحمة، عايز انك انت تتحل من كل القيود. هو اللي يقدر يعمل ده. اي حاجة انت عايزها مش هتوصل لها الا غير بالمسيح. عارفين يعني كل النوافذ اللي احنا بنتكلم عنها مثلا، اللي بتريحنا، اللي بنعشقها ونتمنى ان هي تكون معانا دايما، اذا كانت علاقات، اذا كانت ميديا، اذا كان مش عارف اي شيء ونتمناها، كلها دي كلها ما بتدرش السعادة اللي في المسيح، لانه في المسيح وحده هو اللي بيدينا اللي احنا عايزينه بالظبط. انا زرت ناس وتقابلت مع شخصيات كتيرة جدا على مستوى يعني الواقع مش ناقصهم حاجة خالص، كل حاجة عندهم، ولكن يقول لك انا مش مبسوط، انا حياتي مش عارف كده ملهاش معنى. ما انا بقول لك خلي بالك، المسيح هو اللي يقدر يدي لحياتك معنى. خليني طيب اتكلم بواقعية اكتر واقرب لكم اكتر الفكرة شوية. في بعض حاجات في علاقاتنا اليومية بتكون صعبة ان انا اعيشها، بيكون في بعض الاشخاص المتعبين بالنسبة لي اللي مش قادر اقبل يمكن ان انا احتملهم، او ما عندي الصبر ليهم، واقعد كده وانا كأسيس بقول له طيب يعني حاول كده يعني تصبر شوية، حاول تاخد وتدي في الكلام. يقول لي يا ابونا انا طاقتي كده مش هقدر، انا استنزفت، انا مش هقدر،
انا عز علي يا ابونا ان انا ارفض لك، لكن انا مش قادر، مش قادر اغفر، مش قادر اقبل. ده واقع انا بسمعه في علاقاتنا اليومية. بشوف ان في بعض الناس يقول لك انا مش قادر اعمل كده، مش قادر، انا استنزفت، انا عز علي ان انا ارفض لك الطلب ده يا ابونا. بس هو ايه السبب؟ المخدع، المخدع اشبهه بالصورة؟ لا، اشبهه بالاصل. المخدع، المخدع هو الاصل. لما بقعد مع يسوع ولما بشبع من يسوع ولما بحب كلمات يسوع ولما يسوع بيديني قوة ولما بختبر صبره ورحمته، ايه الطبيعي اني في الحياة اليومية بعمل ايه؟ بعرف ارحم واغفر واقبل. طب وهي المشكلة؟ المشكلة انه للأسف الاصل ده مش موجود في الصورة. ايه؟ مش قادر، مش قادر، مش قادر ان انا اقبل ولا قادر اغفر ولا قادر اعمل حاجة، لانك انت في مخدعك ما بتقعدش مع الرب يسوع. قعدتك مع يسوع مش بتديك القوة ولا بتديك النعمة، لانك انت ما عندكش وقت، وفي نفس الوقت قاعد تاخد نصايح وتاخد بعض كلمات واصبر، مش مجرد نصايح ولا وعظ. نظروا الي واستناروا ووجوههم ايه؟ لا تخزى، اخذوا قوة. بنورك انت يا رب بنقدر نعيش في النور. عشان كده لما تيجي تقول لي انا ما عنديش طاقة، اقول لك فعلا انت لحقيقة ما عنديش طاقة، لانك انت ما قعدتش مع الرب اللي يعمل ايه؟ اللي يديك الطاقة دي. اقول لكم على قصة عشتها في السجن من شهر تقريبا. كنت في زيارة وفي ولد حكى لي الحكاية دي، وقلت له بس استسمحك انك تكتب الاختبار ده وتدهني. يعني هو حكاية قدام زملاته، بس قلت اكتبوه لي يعني، واستسمحت قلت له ممكن اقول اللي ممكن تقول يا ابونا. هو ارتكب جريمة، اذا كان ارتكبها ام ارتكبها ده مش الوضع، مش هنحكي في ايه اللي عمله، لكن هو سلم حياته لربنا وكل غرضه ان ازاي يطلع عشان يعوض ابوه وامه من التعب اللي هم يعني ألمهم بيه. دي خبر في 10 ايام الاب يتوفى، وسمع الخبر ده من حد في الزيارة، ولما جم زاروه قالوا له كمان الام توفت. كان صعب جدا جدا عليه، وحكى على حسب ما بيقول ان انا قعدت كده اصلي وقول ايه يعني قدام ربنا، اقول انا زعلان منك، انا سلمت حياتي ليك، انا قلت لك ان انا يعني ان انا خلاص يعني انا عايز ارجع، واشتياقي اشتياقي ان انا ارجع وعوضهم. ليه عملت كده؟ انا هبطل اصلي، انا خلاص انا مش قادر ابرر اللي عملته معايا، انا كان نفسي اطلع القاهم. صدقوني الكلام ده قاله، وكان بيقوله ببكاء قدام الناس قدام زملاته. قال لي وانا بقول كده لقيت صوت واضح، مش احاجة جوايا، صوت واضح سمعته بيقول له يمينة انت امك ماتت، ما انا كمان امي ماتت العذراء، وانا كمان كان اصعب موت قبل امي كمان، بس خلي بالك هما في مكان احسن بكتير من اللي انت كنت بتفكر في انك انت تطلع وتشوفه. قال من بعد ما سمعت الكلمة دي اللي هي كلمة يسوع اللي فعلا حقيقية، لقيت الشعور بالحزن والاضطراب ده راح خالص، وشعرت ان انا لازم اتكلم واشهد عن الصوت اللي سمعته. انا عايز اقول لكم وهو بيتكلم زملاته اللي كانوا موجودين في الاوضه اللي بصلي معاهم فيها تاثروا كتير من ده، لانه ما كانوا بيسندوه في الاول، اول ما حصل الموضوع ده بتاع الوفاء. هو ايه اللي حصل معاك؟ هو انك انت قعدت مع ربنا وكلمته وربنا اعطاك ايه؟
عطاك القوة. يعني هقول لك على حاجة بسيطة، أنا ما عندي الصبر، أنا قعدت مع ربنا وفي رحلة حياتي معاه لقيته جدي صبر على بولس، صبر عليا كتير جدا، وقدي اتحملني كتير. تلقائيا أنا بعمل ايه؟ أنا بعرف أصبر على مين؟ بعرف أصبر على اللي معايا، لأنه أنا هو صبر عليا كتير. هي كده، هي كده، هو اختبار. احنا بنعيش مع ربنا، بقدر ما أنا قاعد مع ربنا وباخد منه بقدر ما أنا بعيش. قال لكم بالنسبة للكنيستنا الجميلة الحلوة، لما يعني في مثلا سر الاعتراف، تحس ان الانسان اللي بيمارس سر التوبة والاعتراف يعني بتتكلم على المعايشة السر ايه باتقان، يعني تحس ان اللي بعد ما يمارس سر الاعتراف يتقابل مع الناس بعد كده وهو تايب بمشاعر رقيقة حلوة جدا، عايز يخدم الناس، عايز يحب الناس، لانه ده رحمة مين؟ ده رحمة ربنا، فعايز يعيش مراحم مع الناس. خلينا ألخصتك النقطة دي، مهمة جدا عشان ازاي تصعد لجبل ربنا. عيش الطريق، والطريق مرتبط بايه؟ بالمخدع. عايز مشاكلك وعلاقاتك تتحل، اقعد مع الرب ورب يديك النعمة دي، يديك القوة دي، يديك المشيئة الطاهرة دي. هو ده ربنا. عشان كده انا بقول لك كده، لو شعب المسيح بيتكلم كتير عن مشاكل وعن حاجات صعبة وعن، هقول لك المخدع قل، ادخل الى مخدعك واغلق بابك، اقعد مع ربنا. لما بحط كده حياتي ابن الانسان قدامي كده وافكر فيها واخد ودي معايا شوية كده، الاقي صلاة يسوع في جبل الزيتون دي، يعني لما قال له لتكن مشيئتك وليس مشيئتي، يطلع الرب يسوع كده ويقابل مين؟ الناس اللي عايزين ياخدوه عشان يصلب. اول ما شافوه عملوا ايه؟ انتوا بتفتشوا على يسوع الناصري؟ انا هو. ارتدوا الى الخلف. ليه ارتدوا الى الخلف؟ لانه في قوه عظيمه عطته انه ايه؟ يواجه الالم والموت، يواجه الالم والموت. انا عايز اقول لك نصيحه كده، حطها قدامك كده، لو في مكان ولو في حاجة معينة انت بتشوفها صعبة، صلي وقول يا رب قدني قدام المكان ده، سير امامي يا رب. الشخص ده انا هروح له وهيقول لي نفس الكلام وهيتعبني، انا بقول لك يا رب انت سير امامي يا رب، وانت تقدر انك انت تخليه يقول كلام حلو، انت تقدر توقف الشر اللي موجود، يقدر يعمل كده الرب. انا متأكد هذا الاختبار اختبار حقيقي. المخدع هو اللي بيخلينا ايه؟ نعيش دايما الطريق الصح. ولو احنا طريقنا مش مظبوط يبقى المخدع قليل في حياتنا. الحق ايه يعني الحق؟ لما برجع لكلمة الحق، برجع لكلام قاله السيد المسيح لما بيقولهم ايه؟ يعني تعرفون الحق والحق ايه؟ يحرركم. يعني ايه الحق اللي بيحرر؟ لما بتكلم عن الحق اللي بيحرر، بتكلم عن حاجة تاني مختلفة خالص عن موضوع، يعني ممكن نقول كده الكلام اللي بنقوله او الحاله، بنتكلم على الممارسه اللي بنعيشها. وهنا اقول لك على حاجه احنا لازم نراجع نفسنا فيها كويس جدا جدا جدا، وخصوصا الناس الخدام واللي بيمارسوا الخدمه في الكنيسه، مرتلين، شمامسه، كهنه، مرنمين، كل الخدام الكنيسه، ان احنا بنمارس عبادات معينة، هل وأنا بمارس ده بعيش ده ولا لا؟ أو بمعنى بسيط كده هقوله، إنه هل أنا بأنمو في الحق ولا لا؟ على فكرة في عتاب قاله السيد المسيح للناس اللي بتعبده، قال هذا الشعب يكرمني
اما قلبه ايه؟ يعني مثلا انا بحضر اجتماع الخميس موظف عليه وبحضر قداسات، بس انا شعر ان حياتي زي ما هي ما اتغيرتش، وبواظب على قلب يسوع، بواظب على شعر مريم، وبواظب على كل، لكن زي ما انا ما فيش حاجه تغيير. اقول لك خلي بالك، الحق بيقول لك ايه؟ هل انت بتنمو في اللي انت بتمارسه ولا انت يعني معلش كده قمة لقوم عاد؟ انا متعود. اقول لكم قصة غريبة حصلت كده لحد كده متعود يحضر القداس ويكون في البنك الاولاني والمكان المعين يعني محدده كده انه بيقعد فيه. دي ابو طبعا الشماس بيقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلات مقدسة. فالناس بتعمل ايه قبل كورونا؟ يعني الناس بتقبل بعضها، وفعلا كان في فرح وبيبصوا لبعض حاجة جميلة جدا. اوريكم على اللي بيحصل ايه بالظبط. جم في المناولة، راح اللي قاعد جنبيه بقى اتقدم للمناولة وراح رجع قعد مكانه، قعد مكان صاحبنا ايه اللي كان منهمك في الصلاة. عشان قعد مكانه عمل له ايه بقى؟ بص له بص كده وراح عنيفه قال له مش عارف انت مكاني. قال له ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انا عملت ايه؟ انا ما خدتش بالي انك قعدت مكانك في ايه؟ عارفين الناس اللي هي يعني مبرمجة على حاجات معينة كده. هو الحق بيعمل ايه؟ الحق بيحرر وبيخليك تنمو في كل ممارسة وكل عبادة انت بتعيشها. يعني وانا بحضر القداس ويجي ابونا يقول كده انت لا تسجد لك الشاربين والصروفين ويسبحون القائلين، ونقول ايه؟ الشاربين يسجدون لك قدوس قدوس، ولا يجي قدوس قدوس والناس ايه؟ والناس قاعدة. ده قدوس، ده اسم الله. ده انت لو تفاعلت مع كل كلمة في القداس وكل تسبيح احنا بنرنمه مع المرنم كده وصليت فيه، انت بتعيش الحق. يعني الممارسه بتاعتك بتخليك تنمو فين؟ تنمو في الحق وبتكبر في الحق. ما دي الممارسه دي. اذكر قصه كده حصلت بالفعل وانا كنت شاهد عليها وشفتها بعيني، يعني كنتيجه. يعني كنت بزور، معلش سامحوني عشان الخدمة بتاعت يسوع السجين، فبزور يعني السجن، فزرت المخصوص اللي هم الإعدام. فشفت واحد كده، الشخص ده كان قتل يعني مامت قس إنجيلي وحكم عليه بالإعدام، وكان لابس البدلة الحمراء. القصة تداولت كتير عند بعض الناس ومعروفة. وشيء غريب ان هذا القس الاخ الحبيب ده غفر له، وبسبب الغفران ده قدم تصالح، وبسبب التصالح ده الشخص ده ينزل من اعدام لحكم اخف. شفته في عنبر الاعدام وشفته لما نزل الحكم ولبس لبس ازرق. بس قاعد افكر كده وليه هو الراجل ده غفر رغم انه هو قتل اعز الناس ليه؟ طب غفر ازاي؟ ما هو عايش الحق. ما هو ما كانش بيوعظ ويقول للناس يعني عيشوا الحق وهو ما عاشوش. ده عاش الحق وغفر زي ما غفر سيده. وانعكس ايه على كده؟ انعكس ان هذا الشخص اللي غفر ليه لما بيصلي معايا دلوقتي وهو بينفذ الحكم اتغير. مش اتغيره بس، لكن جمال ربنا ظهر عليه انه جديه، هو جبر الغفران ده كمان واتغير. الحق انك انت تكون حقيقة، معلش يعني ما تكونش مسخ كده. ما تجيش تصلي ولا تسبح وانت شكل يعني لا، انت مش مع الحق. تعرفون الحق والحق ايه؟ يحرركم، يحرر من اي قيد، من اي رغبات شريرة، من اي انتقام، من اي ضعف. الحق ده هو اللي بيحرر.
عشان كده لما بنحط قدامنا الرب يسوع دايما في حياتنا ونحاول نمارس العبادة والصلاة بتاعتنا جديدة لما بيكون حقيقي بننمو في الإيمان. وأذكركم بالمرحلة الثالثة إني بوصل إن هو إيه، بعرف هو عايز مني وبعمله بفرح، بعرف أسمع صوت ربنا. هو ليه بيخليني إيه اللي بيخليني ما بعرفش أسمع صوت ربنا؟ اللي بيخليني ما بعرفش أسمع صوت ربنا لأنه أنا ما بعيش الحقيقة. بمسك الكتاب يقول لك أنا بقرأ أصحاح كل يوم. طب إيه اللي خدته من الكتاب؟ إيه اللي غيرك النهاردة؟ إيه الحاجة الحلوة اللي أنت عايشتها للرب وشكرتها لربنا في آخر اليوم؟ صدقوني يعني ما أطيب الرب، يعني لما بندوق الحق بنفرح بيه وبننبسط بيه، ولما الإنسان بيغفر بيفرح، ولما الإنسان بينمو بيعيش العبادة جدية العبادة الحقيقية من القلب بيروح بيته وهو في نور في وشه. ياما في ناس كتيرة، أنا بشهد أمامكم بشهد أمامكم إن في ناس في السجون لما بتعيش الحق والعبادة بشوفهم في نور غير عادي، بشوفهم جدية في تجلي غير عادي، لدرجة إن في حد يقول لي أنا مبسوط يا أبونا إني في المكان ده، أنا عرفت المسيح في المكان ده. ده أنا بشهد بيه وفعلا بشكره لأن صورة يسوع مطبوعة على قلب كل واحد سجين ومريض. فطبعا السجين ده صورة يسوع مطبوعة، فبتقوم بقى لما بيديله فرصة بقى يظهر يسوع الفرحان، يظهر يسوع اللي فيه سلام، يظهر يسوع اللي بيصبر، يظهر يسوع اللي بيشجع. ده كله بنشوفه مع أخواتنا في السجون. أنا هو الطريق والحق والحياة. إيه الحياة بقى؟ خلي بالك من الأمر ده لأنه ده أمر مهم جدا جدا جدا. إيه اللي بيوزن حياتي أنا؟ إيه اللي بيخليني أقول مثلا أنا كبولس ميزان حياتي إيه؟ يعني هل أنا فعلا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ الكتاب فيه كل حاجة، فيه نور لينا. يقول لنا كده فوق كل التحفظ احفظ إيه؟ قلبك، لأنه منه إيه تخرج إيه؟ ها؟ مخارج الحياة. واحد الآباء الشهود قال كده إن القلب هو إيه؟ هو الموجه. القلب هو اللي بيوجه، التوجيه بيجي من القلب كده، هو الموجه القلب ده. طيب أفهمها إزاي يا أبونا؟ هقول لك بحسب ما أنت قلبك متوجه وفاهم أنت بتعيش الحياة. طب أدي مثال بسيط عشان نقدر نفهم الفكرة دي شوية. هقول لك ببساطة كده، أنا شايف إنه ربنا عنده خير وفقوس مثلا كده، مش عارف مع ده ولكن بيعمل، لكن معانا إحنا ما بيعملش، إحنا مش نافعين. فمع نفسي بعمل إيه؟ ألاقي نفسي إن في فكرة سلبية عندي، فبعمل إيه؟ باخد حقي بدراعي بقى، خلاص بقى. أنا قلت يا رب وربنا معايا ما عملش حاجة، آخد حقي بدراعي بقى. ده بيحصل. لأن القلب عمل إيه؟ القلب وصلت الصورة بتاعته إيه؟ ها؟ غلط عن مين؟ عن ربنا. طب ايه الطبيعي؟ ايه الطبيعي؟ الطبيعي ايه؟ انك انت بتاخد من ربنا الحياة ومع نفسك بتعمل ايه؟ بتكون الصورة واصلة فعلا عن الرب اللي عايز يديك الحياة الجميلة، فبالتالي حياتك بتكون سعيدة مع اللي حواليك ومع كل شيء. او بالمعنى الدارج كده بتلبس نظارة حلوة مش نظارة سودة. اذكر مرة من المرات كنت في يعني في مهمة صعبة جدا جدا، احد المطارنا قال لي لازم تروح مع ابونا وتجيبه من القاهرة لانه حالته تراجعت خالص، فهو يعني الاطباء قالوا يروح يموت في بيته لانه ما فيش اي حاجة في القصة دي حصلت من سنين بس أتذكرها كتير جدا. فهو كان يعني بيقدر يتكلم بس قاعد مع مراته، فمراته بتقول له
انت ابونا وحملت الاسرار كتيره جدا وخدمتهم، احنا زعلانين من ربنا. فبيقول لها ليه تقولي كده، ليه تقولي كده، ده احنا احسن كتير من اوضاع كتير ناس عايشاها. وقاعد يقول لها شوفي احنا فين، احنا في مكان ممتاز وناس كتيره بتساعدنا واباء موجودين بيجونا ولسه متناولين. ده هو المريض اللي هو حياته ايه، حياته بتنتهي. شوفوا النضارة لما الواحد بيلبسها بقى ويتكلم بعين ربنا. وانا كده بره كده ايه، كنت لسه داخل فالصوت ده ايه جالي، وانا قلت يا رب لا اسيب، لا الحديث ده ممتع، سامحني يا رب انا هسمع الحديث ده. ازاي واحد في وسط الضيق يشكر ربنا؟ ما انا هقول لك على حاجه، انت ليه ما بتشكرش ربنا؟ لانك انت شايف الحاجه الناقصه، شايف الحاجه دي يا رب انت ما عطتنيش. لكن لما تشوف انه قد ايه ربنا اعطاك حاجات كتيره جدا جدا جدا، وحتى الحاجه الناقصه دي برضو لاجل حاجه معينه، لاجل تغيير ربنا عايزه يغيره فيه. فقعدت كده اقول يا رب اشكرك، اشكرك على هذا الاختبار العظيم يا رب. بقدر ما انا عينيا بتشوف الحاجة الحلوة اللي بيكشفها ربنا، بقدر ما أنا بتصالح مع نفسي، بقدر ما أنا بكون كمان، أقول لكم على حاجة، أنا كمان بكون جميل وبشوف كل حاجة جميلة وحلوة بجد. في بعض أشخاص كده يفتحون حاجات معينة كده، يكلمون أشخاص كده يغيروا القعدة كده، ناس يعظونا ويكلمونا يدونا بهجة عظيمة. منين؟ لأنه هو بيقدر يستقبل من مين؟ من ربنا، بيقدر ياخد من ربنا. أنت بتاخد منين؟ بتستمد حياتك منين؟ أنا بحذرك من حاجة، اوعى تاخد حياتك من الناس، اوعى تعيش من الناس. الناس بتتغير، الناس بتتقلب في كل حاجة، يعني الناس كده. لكن خد حياتك من مين؟ حياتك من ربنا. وأوقات كتير أقول يا رب ادينا أن أنا أشوف الحياة دي، ادينا أشوف الحياة دي. يعني أنا دلوقت لما أدخل في حياة واحد زي داود النبي اللي شاف الحياة أنه إيه؟ أنه حتى أكلي وشربي وحتى استقراري يا رب ده منك أنت. يقول الرب رعية فلا ايه في مراعي القدر يربطني، كأنه هو ربنا بيعمل ايه، بيهتم بيه. بس حقيقة هو شايف ده، لان عايش الحق، شايف ان ربنا جديه هو مع كل خطواته في انقاذه في حمايته في كل شيء. ازاي تشوف الله؟ ده الرأي بيقول ايه بقى، يعني ده بيقول السموات تحدث بمجد والفلك يخبر بعمل. ازاي انت بتشوف ان ربنا ده في وسط الحاجات دي كده هو امين، رغم ان انا بتغير دايما؟ انت امين ما بتتغيرش، رغم ان انا بتقلب، رغم ان انا مش انا بتاع زمان، رغم ان انا شايف ان انا الصورة، لكن هو الوحيد اللي ما بتغيرش. جدي هو امين الرب. تستحق يا رب كل المجد يا رب على امانتك وعلى محبتك. خلينا نشوف الامر ده بطريقه انه بقدر من انا بتنفتح عينيا على محبه ربنا وعلى خير ربنا، بقدر ما انا بعمل ايه، بقدر ما انا مع نفسي كمان بشفى. صدقوني اوجات نقول انه في الزمن ده اللي فيه الوباء والتحديات والصعوبات، بقدر ما انا بشكر ربنا كتير طبعا على انه الناس قدرت تلاقي ربنا اللي بيسند وبيقوي حتى في أصعب الظروف، اللي بيقدر أنه هو يرفع عننا الأتعاب والألماء، يقدر بيعمل حاجات كتيرة. ربنا ده ربنا، ربنا اللي بيحبنا، ربنا اللي سندنا، ربنا اللي دايما بيهتم بينا. أنا أقول لك على حاجة، خد حياتك من ربنا، يعني وكتدريب بسيط كده، يعني خلي كده تأملاتك وقف شوية كده في تأمل بسيط قدام عمل ربنا اليوم. على فكرة من أجمل
اللحظات في حياة الإنسان المؤمن هي آخر اليوم. آخر يوم بمعنى إيه؟ إنه آخر اليوم بيحاول يذكر كل عمل ربنا من أول ما قام الصبح لحد أدي يا رب كنت معايا هنا وكنت معايا هنا، أدي سندته، أدي يا رب أنا فرحانك أنت يعني ساعدتني في كذا وكذا، أدي الحاجات دي يا رب أنا واثق إنك أنت هتحلها. أدي الإنسان اللي بيذكر كل ده أدي بيعيش في تجدد كبير جدا. باركي يا نفس الرب ولا تنسي ها كل حسناتي. النهاردة عايز أقول لك إنه في عيد السعود عايز تصعد على جبل رب، اصعد على جبل ربنا لما تعرف الطريق. وأذكرك بالطريق مرتبط بإيه؟ بالمخدع. خلي بالك حياتك حلوة مخدعك كويس بتصلي بتاخد منه. وأذكرك بالحق اللي بإيه؟ اللي بيضمن الممارسة. أنا بمارس صلاة إزاي؟ تسبيح إزاي؟ كلامي مع الناس أنا هل حقيقي ولا لا؟ وحتى لو في ضعف أقول يا رب ساعدني أتغلب على ضعفي عشان أكون حقيقي يا رب، ساعدني وأنا واقف لما بقف قدامك يا يسوع فعلا يا رب كل شيء يا رب بنساه لكن بفتكر فيك أنت، أنت القدير، ادينا أن نعيش ده الحق يا رب. ولما بعيش الحياة يا رب خلينا أخدها منك أنت ما أخدش من الناس. وزي ما قلت لكم التحذير ملعون من يتكل عليها على زراعة، خدها من عند ربنا. على فكرة حتى لو انت مع ربنا انا بؤكد لك يعني هتعيش حياة حلوة مع الناس. مش اللي مع ربنا معقدين زي ما بيقول، اللي مع ربنا بقول لكم بأمانة وباختبار عظيم جدا اللي مع ربنا مبسوطين والناس بتفرح بيهم لان مجد ربنا بيشرق عليهم وبيكونوا مصدر راحة وسلام. واذا كانت مسيحيتنا عايشة لحد دلوقتي في مصر عشان مجد الله بيسطع على خدامه. خلينا النهارده كده يعني واحنا بنصلي مع بعض بدكم ان احنا نقف نصلي كده شويه كده، نقف نقول يا رب النهارده يعني في عيد الصعود نقف كده مع بعض ونقول يا رب النهارده عايزين معاك النهارده يا رب نصلي ونقول لك انت قادر، قادر يا رب انك تدينا نعيش يا رب الطريق، نعيش بخلالك انت. يمكن رب انا فكرت ان قدي انه في حاجات كتيره في حياتي ممكن محتاجه تتغير، انت اللي هتغيرها يا رب، انت اللي هتغيرها. وديني يا رب ان انا اكون قدامك كده وانا شايف صورتك الجميله يا رب اللي بتشفع فيا، اللي دايما بترفعني ودايما بتقويني ودايما يا رب بتديني دفعة كبيرة ان انا اطلع قدام. يا رب انا بطلب منك انك انت تديني القدرة يا رب ان انا اعمل خطوة عشان اعيش الحق يا رب. رغم ان انا يا رب يمكن الممارسة بتاعت لكل شيء ما بتكونش حقيقية، يمكن بنصح ولادي، بنصح اخويا، بنصح جوزي، بنصح مراتي، بقول لهم وانا ما بعيش ده، يمكن بصلي لهم وبطلع اشمهم، يمكن ما بقدرش على نفسي، لكن ساعدني يا رب النهارده ان انا امارس الحق ده بالروح اللي فيا، بروحك القدوس يا رب. ساعدني ان اتطهر من نجاستي ومن خطاياي ومن كل الاشياء يا رب اللي تبعدني عنك. صلي معايا كده وانت بتصلي معايا، خليك واثق كل الثقه على وعد احنا صلينا فيه بدايه الوعظه، وعد رائع جدا. هذا الوعد قاله الرب يسوع انا معكم، انا معكم. وافرح بالوعد انه هو امين وما بيتغيرش ابدا، انه هو حاضر معانا الرب يسوع. عايز اطمنك على ترنيمه، الترنيمه دي جديده بنعيشها كتير في الاماكن المغلقه زي السجون وبنفرح بيها دايما. ليه بنخاف؟ ليه ده الرب اللي معانا؟ ليه بنخاف؟ ليه ده سلامه اعطانا. عايزك ترنمها معايا وقول له فعلا يا رب حتى اذا كانت ايه ومكتوبه لو نسينا الايه مش ممكن ينسانا. فعلا يا رب احنا بنقول لك مش هنخاف
لأنك أنت معانا. عهدك عهدك يا رب أنا معكم. إلى أنا معايا الترنيمة دي وقول له فعلا يا رب أنا مش هخاف تاني يا رب، أنا مفيش خوف بالنسبة لي لأنك أنت معانا. ليه ليه بنخاف ليه؟ ده الرب اللي معانا. صلي معايا كده وأعبد ربنا بفرح وخليك واثق إن في نعمة هتاخدها، نعمة إيمان قوية بالترنيمة دي. مصدق انه معانا، هو عن كل واحد فينا ليس ببعيد. عشان كده عايزين نقوله مستنين حضورك يا رب، مستنين لك لبيوتنا لولادنا، واثقين احنا بنعلن ايماننا وثقتنا يا رب فيك. وحدك ضامن حياتنا، صار يسوع ضامنا لعهد افضل. انا اتلمست بكلام الرب على لسان اتسابونا، ارفع ايدك كله، انا واثق فيك، انا واثق فيك. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نثق فيك، نثق في الامان، نثق في السلام. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. فيه وحدك ضامن حياتنا،
عشنا على كفيك يا راعي فوزنا الصالح كل اللي اتكلنا عليه بيتبعنا خير ورحمة يا عجيب هللويا مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب نسجد ليك رافعين رايه الصليب يا عجيب يا ابن الله مستنين حضور في بلدنا بالايمان لا رضينا بنورك يا صاحب السلطان مستني حضورك في بلدنا بالإيمان لا رضينا بنورك يا صاحب السلطان خلي حياتنا شهادة تلكوت ابن الإنسان ونسلنا فعلى فرمك يا عجيب هاليلويا مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب فرحانا بنعلي غنانا باسم اللي فدانا نرفع نشيد هاتوا الاوتار عضو مزمار غنوا الاشعار لاسم المسيح قولوا هالليلويا هالليلو هالليلويا قولوا هالليلويا نشبع بجماله نيدي لجلاله أحلى الأناشيد يملانا نوره يغمرنا سروره بيدب حضوره حمد وتمجيد قولوا هللويا 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 ده هو فرحنا وده هدفنا ومعه بعيوننا هنشوف آيات قولوا هللويا 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 هنشوف آيات هللويا هنشوف آيات قول تاني بقلوب قلوب فرحانة من علم غنانا باسم اللي فدانا نرفع تسبيح هاتوا الأوتار عضو مزمار غنوا الأشعار باسم المسيح قولوا هللويا 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 زي إلهنا لمقام رفعنا ومعه أجلسنا في السماويات هدف أهدافنا ومعه بعيوننا هنشوف قولوا هللويا هللويا ترنيم يسوع أعظم إله ترنيم الترنيم ترنيم مجد بملا الحياة عظم الرب قول معايا ترنيم الترنيم ترنيم هللويا يسوع أعظم إله ترنيم 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 مجد بملا الحياة قول معايا ملكوتك ملحوظ
ترنيم هاليلويا ليسوع أعظم إله ترنيم الترنيم ترنيم مجده بيملى الحال اعلن معايا إبليس مغلوب والوعد نصر أكيد سلطان الوعد معاه ترنيم 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 يسوع أعظم إله ترنيم 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 مجده بيملى الحياة إيمان يعيش حلو التسبيح
كتاب بيقول كده: أسست حمدا لتسكيت عدو ومنتقم. الوقت ده اللي بتسبح فيه الرب بيعمل حصون على إبليس. أنا بشكرك، أنا بعظمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. على قلبي كل واحد عدى بوقت حزن أو فقد حد من الأحباء، لكن عايز أقول لك كده: الله صالح. الله صالح يعني ما بيغلطش. إذا كان حد فقد أي حد من الأحباء، لو هو مؤمن هو في مكان أفضل بيستمتع مع رب المجد، له كل المجد، وده بيدينا شوق للسماء. عارف السماء سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، مش هيكون في وجع، مش هيكون في صراخ. أقول لك آية خدتها في الخلوة من 3 أيام، كنت سعيد جدا والله بيكلمني. كتاب بيقول كده: فإن خفة ضيقتنا الوقتية. أيوة في ضيق، بس أقول لك حاجة، الضيق ده خفيف ووقتي، مش هيفضل على طول. طب الوقتي والضيق والخفيف هيعمل ايه؟ يعمل 3 حاجات عكسهم. ينشئ لنا الخفيف هتاخد مكانه ثقيل، والضيق هتاخد مكانه مجد، والوقت هياخد مكانه ابدي. هاليلويا هاليلويا. في آية روعة بتقول كده: هناك في السماء، هناك في السماء هيجي رب المجد، له كل المجد في السماء، ويجي على باب السماء. يقول الكتاب كده: يتقدم ليتكئنا. هيجي يقول: تعبت قوي في الأرض، تعالوا خدوا تكية، تعالوا خدوا كنبة مريحة، خد الجاية، ولو سمعتها وعجبتك قول هاليلويا. يتمنطق الرب، له كل المجد، يتمنطق ويخدمنا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. ايه الروعة دي، ايه الروعة دي. كاتب الترنيمة الجاية قال له كده: والدموع والدموع هو بإيده هيمسحها، والأجساد نورانية هنلبسها، والأكاليل قدام عرشه هنطرحها. أقول لك حاجة، مرة خادم قال كلمة وفرقت معايا، قال: بتتألم هنا أسبوع، شهر، سنة، تيجي إيه دي جنب مليارات مليارات السنين في الأبدية هتعيشها في نعيم، هتعيشها في حضن الآب. يا كنيسة افرحي، يا كنيسة ما تزعليش، جاي المسيح، مبارك اسمك، مبارك اسمك. الترنيمات دي ما ينفعش تتقال واحنا قاعدين. تعالوا نقف ونختم بالترنيمتين الحلوين دي، حياتنا هنعيشها اللي فات. عندنا ثقة، إذ لنا ثقة، إذ لنا رجاء. احنا مش زي الباقيين، احنا مش ميتين، احنا إلهنا قال أنا حي وأنتم ستحيون. حياتنا هنعيشها للي فدانا. هللويا 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 هللويا. يلا قول معايا: حياتنا هنعيشها للي فدانا، مستنى تيجي بنور ويملانا، والايام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وسهري نوري بالمزامير، والبسي بالفرح وبالتسبيح، والمسيح عسى. قول تاني: يا كنيسة يا كنيسة افرحي جاي، هللويا، وسهري نوري بالمصابيح، والبسي بالفرح وبالتسبيح، والمسيح عسى حد أرضنا. أرضنا في أواخر الأيام، والعلامات بتخبط قبل الكلام، والمكتوب نوره يكشف الظلام، والمسيح قال ومخبى، قال ومخبى علينا. يا كنيسة افتحي هللويا، واسهري نوري بالمظابيح، والبسيك بالفرح وبالتسبيح، والمسيح عسى حبي لينا، والدموع هو تعيش نورانية نورانية، والأكاليل والأكاليل
والغربة والغربة للسماء للسماء بتشوقنا والمسيح هو كل ملينا يلا افرح الكنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والمسيح بالفرح وبالتسبيح والمسيح عالسحاب جاي الكنيسة افرحي جاي المسيح واسهري نوري بالمصابيح والمسيح بالفرح وبالتسبيح والمسيح عالسحاب جاي. خلينا نختم اجتماعنا الجميل ده ونقول أبانا الذي مرنما جميعا الثالوث الأقدس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بسلام وسلام رب يكون معكم. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.